اكثر من 80,000 جنجوادي اتجغم يا زول، يتجغموا عديل في الخرطوم وبرا الخرطوم. ناهيك عن انه في فلول بتشرد الارض المعركه وبتفر الى 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 مواقع مجهوله او غير معلومه. لكن المؤامره يا جماعه واضحه جدا جدا ضد الجيش. المؤامره دي منسوجه من قبل ثوره 19 ديسمبر، ونحن الان بنكشف لك في 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 بعض الحقائق الاساسيه بانه الدعم السريع الان بيسوي في شنو؟ ناسج الاعلام بتاعه شغال في المساكين. الخونه والمجرمين المتعاونين، نحن الان بنعتبر المتعاونين والخونه سواء كانوا ناشطين المندمجين مع الدعم السريع والبشاطروه في كل المواقف بيدوه المعلومات او بيدافعوا عنه من هنا وهناك بانه انتوا اخطر من الجنجويد الان. انتوا اخطر من الجنجويد لانكم انتوا جزء من الشعب السوداني للاسف. جزء من الشعب السوداني وبيقاتلنا ده وبيكتلنا ده الان وبينهبنا وبيسرقنا هو عباره عن اجنبي. شخص اجنبي وحتى لو هو سوداني هو شخص يعني ما عنده عقل وما منتبه للواقع وهو الان مسطول وبيتناول او بيتعاطى اشياء محرمه وهو الان بيهربها للولايات. شغالين شغل بتاع مخدرات عديل والحرب شغاله. الناس ديل المفترض شنو؟ تحرق البلد دي كلها يا زول، البلد كلها تتحرق. يا زول العمارات دي ما دايرينها، الجيش ده ما افترض يفك اللجام، انت بتقول الجيش فك اللجام؟ ما فك اللجام. الجيش ما فك اللجام، ده ما الجيش اللي بنعرفه يا زول، الجيش ما فك اللجام، اللجام ده لو اتفك معناه الدعم السريع ده بينتهي في كل الجثث كثيره جدا جدا، لكن الجثث هتكتر اكثر من ما الشيش شايفينه، لانه يا جماعه احنا شايفين الان القوات المسلحه ما فك اللجام، لانه في مجتمع دولي. في منظمة صحة عالمية وفي أمم متحدة وفي مجلس أمن وفي شنو وفي وفي شنو؟ يعني هو ما خوف منه. الجيش الآن بينتبه لبعض الأشياء. هم قالوا يا جماعة نحن ما فكينا اللجام لكن في وقته. هم الجيش مزاجه كده داري إنه العملية العسكرية تمشي بالطريقة دي، يا أخي مش جاي يموتوا؟ أنت مستعجل مالك يا زول؟ نحن ما مستعجلين. لكن المفترض القوات المسلحة مجرد ما فكت اللجام تحرق المباني دي كلها يا زول، محل ما الدعامه موجودين بالطيارات بالمدفعيه الثقيله باي حاجه تتخلص من النازل بسرعه، لانه في ناس الصبر نفذ بهم وطال اللقاء وقد طال ايضا يعني في مشاوير ثانيه دارنا عملها بتاعت اعاده الاعمار وغير ذلك وغير ذلك. لكن يا جماعه احنا دارنا ننتبه لحاجه اساسيه. انا جاي يكفي المعلومات اللي دارنا نقولها لك يا جماعه، احنا لسه ما انتهينا من الكلام دارنا نقول. المؤامرة بدأت يا جماعة مع الجيش. يعني الجيش الآن بيقاتل الدعم السريع بيلف الدعم السريع محل ما موجود في أم درمان وفي بحري وفي الخرطوم وفي كل المحاور داخل العاصمة وداخل شواطئ النيل وغير ذلك. فالمسألة لما تطول يا جماعة الحرب الإعلامية بتدور أكثر من اللازم. والدعم السريع بيلجأ لبعض الخطط الخبيثة ضد الشعب السوداني ضد القوات المسلحة. فأنا بقول لك يا جماعة الخونة والمجرمين والمتعاونين مع الدعم السريع هم أخطر من الدعم السريع ذاته، لأنه هم ناس سودانيين وهم عارفين البيوت والمنازل التابعة للقيادات التنفيذية النافذة في الدولة ورجالات الدولة من ضباط وضباط صف وقوات أمن ومخابرات وأيضا الشخصيات الكبرى اللي بتمثل ثقل سياسي في الدولة برضو عارفين مكان بيوتهم. هم الآن بيدمروا في وطنهم بيدينه، بيدمروا في وطنهم بيدينه. لكن المؤامرة دي بقت لنا واضحة، بدت ضد الجيش وضد الشعب السوداني يعني يا جماعة الجيش الآن عبارة عن قوة دفاع السودان. الآن الجيش الآن بشكل قوة دفاع السودان من 2019 اللي هو بيدافع عن الشعب السوداني وعن مكتسبات الأمة. لأن الحرب دي يا جماعه تخللتها عمليات يعني تمرد واضحه جدا جدا، وفيها عمليات عصيان وفيها خيانه وفيها متاجره باسم الوطن وباسم المواطن وفيها مؤامرات بتحاك. التمرد دي جات من الدعم السريع، العصيان جاء من الدعم السريع وجاء من بعض الرموز الوطنيه سواء كان هم سودانيين في القوات النظامية، لأنهم هم الآن اندمجوا مع الدعم السريع أمثال
ما يسمى بهذا العميل والمجرم الذي انضم مع الدعم السريع حديثا. وفي خيانة، يعني الشعب الآن بعض الأفراد من الشعب السوداني يحسبوا على أنهم يعني ناشطين وأكاديميين وغير ذلك، وأفراد الشعب السوداني بيقدموا المعلومة للدعم السريع عن أماكن المتواجدة للقوات المسلحة وقيادات العمليات والقوات الخاصة ومتاجرة أيضا. الناس بتتاجر يا جماعة، قاعد تشتري السلاح من الدعم السريع وقاعد تقدم للدعم السريع مركبات وعربات مقابل القروش، ويوروا مواقع الجيش بالقروش. يعني انت عندك ناس خورة مجرمين بتاجروا باسم قضية الوطن وقاعدين في السودان، ده غير المؤامرات الداخلية والخارجية. المؤامرات تجي من برا وبتجي من جوا. مين اللي بينسج المؤامرات دي؟ الناس اللي بتحدث باسم الدعم السريع برا السودان، والقحاتة، وهذه الأحزاب، كل الأحزاب دي مشاركة في تدمير هذا الوطن، كل الأحزاب دون استثناء أحد هم مشاركين بنسبة 110% في هذه العملية، وهم السبب الرئيسي لقيام هذه الحرب. ده كلام أصلا ما في زول بيناقضني فيه ولا في زول بيجادلني فيه. انتهينا من الكلام، انتهينا من الكلام. كل الأحزاب السياسية مشاركة في هذه الجريمة. المؤامرة يا جماعة استمرت يعني من 2019 ضد هذا الوطن. يعني انت عندك ناشطين وقفوا مع الشعب السوداني يا جماعة، شير يا جماعة، الله ضعيف لسه ما خشينا في المعلومات اللي نقول. الناشطين اللي كانوا بيتكلموا باسم الثورة دي، ما ثورة يا زول، الناشطين اللي كانوا بيتكلموا باسم الثورة زمان كانوا منو؟ كل الناشطين والمواطنين السودانيين اطلعوا قدام القيادة العامة، وكل الناس اللي كانوا بيقاتلوا في الشرطة وغير ذلك. الشباب ديل وين الآن؟ ما موجودين، ديل هم ذاتهم الآن أصبحوا جواسيس وأصبحوا يتعاونوا مع الدعم السريع. يعني أنت ما تقول لي الثورة دي براها والناس كانوا الآن لا، أنت شوف الشخصيات الآن، في شخصيات الآن متواجدة وجوه بارزة وغير بارزة، في بعض الناس وربما ملايين، يعني إحنا نقول لك العدد، لكن هم نفس الناس زي اللي هم الآن واقفين مع الدعم السريع بيحاربوا فيه كده الآن، بيغتصبوا في الحرائر، بيدخلوا بيحدثوا الفتنة والوقيعة بين أفراد الشعب ومكونات الشعب السوداني. لكن الحرب الأهلية ما بتجي، الحرب الأهلية ما بتجي، لأنه الكبار المجرمين والأمساد ياسر عرمان وخالد سلك ومحمد الفكي ووجدي صامولة والرشيد مركوب وغير ذلك، سواء كان خارج السودان أو داخل السودان، ديل الآن بيترقبوا ما يحدث وما سيحدث. ده غير الأشياء اللي هم بيعملوها عبارة عن تأليم المجتمع الدولي والحديث عن بعض الافتراءات الحاصلة الآن والافتراءات المنسوجة من الداخل والخارج، بيعبوها ويشيلوها ودوها للمجتمع الدولي، وباعتبار إنه هو إعلام مضلل للمجتمع الدولي منسوجة بالأكاذيب والافتراءات عشان يضللوا الشعب وعشان يدمروا الدولة دي. فأنت تتحدث عن 19 ديسمبر عبارة عن وبال على الشعب السوداني، وهي جريمة كبرى بحق الشعب السوداني، وأنتجت لنا ما تسمى بهذه الفلولة المتبردة والإرهابيين من قوات الدعم السريع. شغل واضح جدا جدا. فالعملية مستمرة من 2019. ده واحد. نمرة اثنين، الدعم السريع يا جماعة انتهى. الدعم السريع نفسه هيقدم المتعاونين دول، الخونة دول والمجرمين دول من القحاتة والعلمانية والشيوعيين، كل الناس دول الدعم السريع هيقدمهم قربان للقوات المسلحة، لأنه انت جاي تتباع في واحد قبضوه ضابط في الدعم السريع برتبة رفيعة جدا جدا، وانتوا عارفين اسمه. يعني انا ما بحصحضر اسمه الآن، انه بتكلم يا رايف يا جماعة، الكلام ده من طوال، احنا بنقول بنقرا في اللايف طوال، او بنقول اللايف على الهواء مباشرة. اذا نسينا اسم الشخص ده الناس عارفينه. اعترف بانه يا جماعة هو في متعاونين وخونة وعملاء شغالين مع الدعم السريع، ده اعتراف واضح جدا جدا من ضابط في الدعم السريع،
معناها انت يا متعاون طيارتك جامد، سواء كان انت في الخرطوم ولا برا الخرطوم انت طيارتك جامد. يعني انت الان المفترض تخيط في كفنك بس. ليه؟ لانه الدعم السريع خلاص هيوديك في 60 داهية. الدعم السريع هيوديك في 60 داهية لانه هو اعترف بانه في متعاونين، فالجيش ما ضغطوا لسه عشان يجيب اسماء المتعاونين ومواقع سكنوا وغير ذلك. دي اشياء سابق لأمانة لكن جاية. فانا اوريك انه الدعم السريع اعترف بلسان ضابط رفيع جدا جدا، قال نحن عندنا متعاونين. يعني هو لما ينجغم واصبح اسير اصبح يعني يخارج رغبته، دار يستكشف ويضع المكاشفات والاعترافات الواضحة قدام القوات المسلحة. معناها هيبيعك انت يا متعاون يا خاين ويا مجرم، وهيبيعك انت يا عميل يا مرتزق. الدعم السريع هيبيعك انت لو وقفت معاه. ليه وقفت معاه الان؟ هو ده جاي يبيعك، بيقول لك يا اخي انت متعاون معي وهجيب اسمك بعد شويه. انه الدعامه يا جماعه، الدعم السريع ناس غدارين جدا جدا، المتبردين ده ناس غدارين جدا جدا، وما عندهم عهد ولا عندهم اي وثيقه ولا عندهم اي امان، ما منهم امان. نازل ينكرك عديد يا زول، دير شفته يبيعوك انت ويبيعوا وينكرك عليه كده. انت واقف معاه متعاون الليله انت حي بكره وانت ميت يا زول. الدعم السريع ما بيعرف حاجه يا زول، دير بيكتروا في بعض، بيدقوا ذخيره في بعض في اي حته، شكله قامت عشان عربيه كرتاوه زي يشاكروا في عربيه كرتاوه، يقول ده حقي وده ما حقي وبتاع، ويدعموا السلاح ويضربوا ذخيره. معناها شنو؟ معناها انت يا متعاون يا خاين عارفينك انت باسمك، عارفينك حتى لو انت لو انت مندس عديل بتطلع. صدقني بتطلع يا زول، صدقني بتطلع. احسن انت الان الحرب ما وقفت لسه، احسن النصر لما يكون قرب احسن انت توقف المساله دي، تستر نفسك وتعترف بالجريمه، عسى ولعل انه يكون الجريمه مخففه شويه. لكن الناس الخونه والمجرمين الان المعطلين المعركه دي شنو؟ ما الجيش ما فكر لجام لسه، لكن في بعض العسرات والعراقيل اللي بتحول دون قيام الجيش بفكر لجام واطلاق العنان لكل المنظومه الدفاعيه القوات المسلحه بانها تبيد هذه الجراثيم الضاره وهذه الفيروسات التي جسمت على ظهورنا لقرابه لزها اكثر من 3 شهور. واضح جدا جدا انه الدعم السريع بيبيع طوالي، ضابط كبير جدا جدا في الدعم السريع باع يا زول، ده قيادي ميداني. الناس الان بيواجهوا مشكلة كبيرة جدا جدا وحقيقية. يعني الدعم السريع الان امام مشكلة عويصة جدا جدا بيتمثل في انه قاعد ينجغموا. فهو لو المسألة بقت شهور وليالي وايام فلتستمر هذه الشهور والايام، لانه نهايتهم انتهى. بالنقاط خليهم ينتهوا، احنا ما عندنا مشكله، لكن احنا